هانتوما الكيك ديالنا كيفاش جا؟ جا رائع وخفيف، جا بحال المادلين. سقيته من الفوق بالحامض، درت عصير حامضة والماء ونص كاس ديال الماء وثلاثة المعالق ديال السكر، ودرته حتى ولا سيرو سقيت بيه، وعاود درت عليه اللوز إفيلي. هو هذا كيجي رائع، كيجي خفيف وزوين. وبصحتكم وراحتكم، وشكرا لكم بزاف على التتبعات ديالكم كلكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت باش نصايب معكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه رائعه بزاف. رجعت معكم للكوزينه من بعد الفيديوهات ديال الرحله ديالنا، انا رجعت معكم دابا للكوزينه. هادو من المقادير ديال الكيك ديالي. هنا عندي 4 ديال البيضات، هنا عندي كاس ديال اللوز اللي مطحون بالقشرة ديالو، هنا عندي كاس غير مملوء ديال السنيدة، عندي كاس غير مملوء ديال الزيت النباتية اللي كنديرو في الكيك، وعندي تما اللوز إفيلي، عندي هنا الدقيق وواحد جوج ديال الخمارات، هنا عندي واحد الحامضة اللي غنحكها. هادو هما المقادير ديالي. وهنا عندي ليمون اللي غندير فيهم الكيك اللي دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بالدقيق، تقدروا ديرهم في الثلاجة تحتاجوهم عاد تجبدوهم حتى تصيبوا الكيك ديالكم وتجبدوهم باش تكبوهم فيهم. هانتوما معايا حتى تشوفوا الكيك ديالي. انا نصايب غنطرب هذا البيض مع السنيده وشويه المليحه ونرجع معاكم. هانتوما هنا غنصب هاد السنيده ديالي اللي في كاس غير مملوء، نطربها مزيان. حتى تولي بحال كريمة، نطربها مزيان مزيان، نطربها غير بالطراب اليدوي. هانتوما ملي طربت البيض هو هذا، نضيف هداك الكاس ديال الزيت، نضيف ديك القشرة ديال الحامض اللي حكيتها، نعاود نطربها مزيان هكا. نطربو حتى ينسجم هداك الزيت والسكر وقشرة الحامض، تعطينا ديك كتعطي ديك النسمة زوينة. اللي معندوش الحامض دير الفاني. هنا غنبقى نضيف الدقيق بشوية بشوية. ما نحاولش نرغب في الدقيق حتى نشوف، حتى غنضيف هذاك الكاس ديال اللوز. شوفوا انا غنطرب هاد الدقيق مزيان ونزيد عليه دوك جوج خمارات ونرجع معاكم. هانتوما ملي ضفت هذاك الدقيق تقريبا هزيت لي جوج كيسان ديال الدقيق ديال العنبه والعبار كله بكاس العنبه، وزدت هذاك الكاس اللوز، زدت هذوك الخمارات جوج. هانتوما الخليط رائع زوين بزاف كيجي. هاد الكيك هذا راه تيجي بنين بزاف، تيجي رائع، تتبقى خفيفه هكا. ديروش في الطحين بزاف باش ما تجيش ثقيله. صافي انا غنكبها في المول ديالي، واصلا انا غنطيبها غير في الفران ديال الغاز، نكبها في ليمول وان شاء الله تشوفوا معايا كاع المراحل. هانتوما ملي درنا دوك الكيك ديالنا في ليمول ها هما، وهنا راني دايره داك مفرشه ليهم هذاك البابي ديال الطبخ في اللاطه، حطهم في اللاطه
حتى غنديرهم غير في الفران العادي، وغنبداو نديرو اللوز من الفوق بحال هكا. عندنا اللوز افيلي، سمحوا لي راه يد وحده، وكندير بيد وحده دائما كيف كنقول لكم، راه كنصور راسي. ونديرو نقدروا نديرو الشوكولات حبيبات هكا، كيعطي واحد الشكل زوين. نبقاو نديرو هاد اللوز الوسط، بقاو غاديين على هاد الشكل هذا. انا نبقى غادي على هاد الشكل هذا حتى نشكلهم بهاد اللوز والشوكولا ونرجع معاكم. هنا درنا اللوز افيلي، وغنديرو شويه ديال الشوكولا حبيبات. هانتوما الشكل ديالهم كيفاش كيجي. انا غندخلهم الفران اللي مسخناه غير ديال الغاز، ولكن هذا راه خفاف، غنبقى مقابلاهم دغيا غيطيب هاد الكيك هذا دغيا كيطيب مع خفيف. هاد الشكل كيفاش كيجي ديالهم، وهذا الشكل النهائي، وملي غيطيبوا ان شاء الله راه غنوريهم لكم. هانتوما شوفوا الكيك ديالي كيفاش جا، جا رائع. انا غنسقيه بالليمون، وغندير عليه اللوز افيلي، حيت هاد اللوز اللي درت بحال هبط، غنزيد ندير فوق منه. ملي غنسقيه غنزيد داك اللوز افيلي نديرو من الفوق. هانتوما هاد الشكل الثاني اللي تحمرات شويه، كيجي رائع وكيجي خفيف مع داك اللوز اللي فيه لداخل، كيجي غزال. نتمنى ما يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساونيش بلي لايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. انا ملي غنسقيهم غنعاود نوريهم لكم، وبالصحه والراحه.